تحمل العديد من الكنائس الرسولية اسم النبي إيليا المعروف بمار الياس، وهو أعظم وأشهر أنبياء العهد القديم، يتخذه العديد من المؤمنين شفيعاً لهم، وتعيد له الكنيسة في شهر تموز من كل عام. المزيد في التقرير التالي. إن الملاك في الجسد ركن الأنبياء، والسابق الثاني لمجيء المسيح. إيليا النبي أو المعروف بمار الياس الحي هو أشهر أنبياء العهد القديم، عرف بجرأته وغيرته النارية على بيت الله والتعبد والتسليم الكامل لمشيئة الخالق. كانت حياته سلسلة عجائب، وانتقاله عن هذه الأرض ظاهرة عجائبية أيضاً. رفعه الله في مركبة نارية حياً إلى السماء، وأيقونة النبي إيليا التي نراها في الكنائس تعبير لهذا المشهد. عاش هذا النبي قبل ميلاد السيد المسيح بحوالي 900 سنة، وتعيد له الكنيسة في شهر تموز من كل عام. مباركة هي مملكة الآب والابن والروح القدوس، الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. حيث احتفلت رعية كنيسة النبي إيليا والقديسة بربارا للروم الأرثوذكس في منطقة أبو نصير بعمان بعيد شفيع الكنيسة النبي إيليا، وذلك بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران كريستوفوروس عطالله، وعاونه فيه كاهن الرعية الأب سيرافيم سلمان وعدد من الآباء الكهنة، وبمشاركة لجنة وجوقة وكشافة وأبناء الكنيسة. وفي عظة القداس التي تحدث فيها سيادته عن الكنيسة وجماعة المؤمنين فيها، وكيف نتمثل بقديسيها ليكونوا شفعاءنا كمثال النبي إيليا الغيور لله. كل ما فرد من أفراد هاي الرعية بسعى الصبح بيحكي يا رب يسوع المسيح ارحمني بشفاعة النبي إيليا شفيع كنيستي. لما بيجي على الكنيسة بيلتقي بالمسيح وبالعذراء وبالقديسين وبالنبي إيليا وبالقديسة بربارة، وبأخذ نعمة وبركة وبطلع من هون وهو قوي، هو بسلام حتى يقدر يتخطى كل صعاب الحياة. من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كما قدم الأب السلمان كلمة ترحيبية بسيادة المطران، مهنئاً له ثقة المجمع المقدس، ومقدماً باسم الرعية وبحضور السيد فوز شنودة هدية تذكارية لسيادته كعربون محبة وامتنان. القداس ومباركة مزار النبي إيليا، التأم الجميع في قاعة الكنيسة على مائدة محبة متبادلين التهاني مع سيادته. المجد لله والابن والروح القدس، يا احتفلت الرعية الأرثوذكسية في شمال الأردن بعيد النبي إيليا في منطقة مار الياس بمحافظة عجلون، حيث ترأس قدس الأرشمندريت رفائيل الوكيل البطريركي في شمال الأردن القداس الإلهي بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة وبمشاركة جموع المؤمنين.
وفي كلمة ألقاها الأب سمعان خوري بالنيابة عن الوكيل البطريركي جاء فيها: يعتبر النبي إيليا أعظم الأنبياء، فبالرغم من عدم كتابته لأي نبوة إلا أن حياته وطريقة عيشه كانت نبوة بحد ذاتها، مقدما أيضا شكره لوزارة السياحة والأثار على دعمها لهذا الاحتفال ولكافة المؤسسات الرسمية والأمنية في المحافظة. فلذلك إذن أيها الأحبة، من هذا النبي العظيم نطلب أن يتضرع إلى الله المحب البشر بأن يمنحنا توبة حقيقية وإيمانا مستقيما وتصحيحا لحياتنا، وأن يمنحنا أعمالا مرضية لله في هذه الأزمنة الأخيرة التي نعيشها الآن بترتيب إلهي، حتى نستحق مشاهدة وجه الله في يوم الدينونة الرهيب. وفي النهاية أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي وزيرة السياحة والآثار السيدة لينا عناب، التي سارعت على الفور بتلبية طلبنا بدعم هذا الاحتفال الديني الشريف من حافلات لنقل المؤمنين وأجهزة الصوت والمقاعد وكل ما احتاج إليه هذا الاحتفال. عظيم هذا النبي الذي ولد وعاش على أرضنا وتحديداً في محافظة عجلون، فقد كان مثالاً رائعاً في الغيرة على بيت الله، فمنه نتعلم أن عبادة الله الحقيقية هي طريق الهداية التي تزداد بها النعم والبركات وتدفع عنا الكثير من الويلات والتجارب وتكسبنا السعادة والغبطة، فالرب قريب لمن يدعوه.